شو في ما في اليوم فتح باب التسجيل في المخيمات الصيفية والفنون بأشكالها وأنواعها في مركز هيئة الثقافة الشميساني من الساعة 7:30 الصبح للساعة 4 العصر. للمزيد من المعلومات 0795-174-30. شو في ما في؟ اليوم حصة خزف للأعمار 13 سنة وفوق في مركز الإبداع الفني عمان من الساعة 6 للساعة 7:30 المساء. شو في ما في؟ بكرة دعوة للغوص في أعماق المحيطات والتعرف على أسرارها المدهشة في فيلم القبة الفلكية كالوكاهينا، وقصص وحكاية شيقة مع الحكواتي، وفرصة للاستمتاع بالألعاب الخارجية في مركز هيئة الثقافي الساعة 5 المساء. شو في ما في؟ بكرة وبتنظيم من مسرح البلد حفل إطلاق ألبوم أحلى من برلين للفنان الفلسطيني فرج سليمان في المدرج الروماني الساعة 8 المساء. شو في ما في؟ ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج اف ام. احلى اذاعه يا مزاج.